شكرا جزيلا. أولا أود أن أعبر عن امتناني وبالشرف الذي يعني أشعر به والسعادة بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة. فيما يخص بجائزة نوبل، لقد حدث بشكل سريع. نلخص 50 سنة من العمل في 3 دقائق. في البداية لم تكن هناك رؤية لكيف سننتهي من الموضوع. كنت أعمل في المعهد الوطني للصحة كشاب، وفي أوائل خبرتي فيه كان لدي الشرف أن أعمل مع دكتور بروك بومبر، وعملنا على الأنتيجينز وعملنا على التهاب الكبد الوبائي ب. وبعد أن انتهيت من فترة التدريب و بدأت أمارس، ففي عدت في السبعينات للعمل في المجال البحث، وما هي عمليات الدمج التي تحدث في التهاب الكبد الوبائي. ووجدنا أن في معظم في جزء كبير من 30% من الذين يعملون جراحات القلب يأتون بعد ذلك بالتهاب الكبد الوبائي الصامت، وبدأنا نتابعهم على يعني مستوى الوقت. وحتى لو لم يكن لديهم أمراض هامة في البداية كنا نتابعهم. الفكرة كانت أن نحول الأشخاص من أشخاص مانحين من خلال الأموال لمانحين بدون ليس من أجل الأموال. ودرسنا بعض المرضى بشكل مكثف، ووجدنا أن هناك فيروس مختلف عن فيروس الجيم والبه المعروف، وكان هناك نوع آخر من الأنتيجين يؤثر ويسبب معظم الأمراض التي نراها في هذا المجال. وعلمنا أنه سيكون فيروس صغير ولديه مواد دهنية في محيطه، ولكن كنا نتوقع أن يكون فيروس RNA صغير. ومن خلال العمل مع دكتور هارن ومؤسسته قمنا باختبار على التهاب الكبد الوبائي جيم، وجدنا أن هناك يعني تساوي في النتائج التي أجريناها على التهاب الكبد الوبائي ب و ج. وهذا أتى بنا إلى بداية إيجاد حل للمشكلة، اكتشاف الفيروس وإلغاء التهاب الكبد الوبائي الذي يأتي بعد نقل الدم. ولم نكن نتصور أن النتائج ستكون محمودة بهذا الشكل، وفي 2-3 أسابيع يمكننا أن ندمر الفيروس. كان هذا من الخيال، ولكنه تحقق. وبدأ عمل
المؤسسات الدوائية قامت بإنجازات كبيرة. وبالفعل اليوم إذا وجدنا مريضا لديه التهاب كبد وبائي جيم يمكننا أن نمنحه الشفاء، وهذا غير ممكن في كل الأمراض. وهذا يأتي بنا إلى سؤالكم، حينما يكون لدينا اختبار ممتاز فنحن لا نحتاج إلى الكثير من الأدوية، نحتاج أن نجد الأشخاص الذين نعلم أن لديهم هذا النوع من الفيروس وأن نمنحهم الدواء. وفي مصر تم عمل الاختبار على أكثر من 40 مليون شخص، ولهؤلاء الذين هذا كان مجهود كبير جدا، وتم تحضير الأدوية هنا في مصر. فهذا الطيف الشامل الذي يبدأ من الأعلى من الرئيس ثم من وزير الصحة ثم وزارة الصحة وكل المنظومة الصحية والمصانع الأدوية، الجميع يعمل معا. وهذه هي الخبرة المصرية، هذا ما فعلته مصر. فالآن لديكم الدليل فيما كيف يتم هذا الأمر، والهدف الآن هو أن نعيد هذه التجربة في كل بلد من البلدان. نحن في أمريكا بكل الأموال التي لدينا لم نقم بحملة مثل هذه. إذن مصر يجب أن تفتخر حقا بما حققته بهذا الإنجاز الكبير، والآن هناك دول أخرى يمكن منحها إمكانية عمل الاختبار وإمكانية عمل الأمصال، ونبدأ العملية بلد بعد بلد. نعم، من الممكن أن نفعل هذا. أرى أن الأمل قد تجدد من خلال هذه الخبرة، والأمر يعود إليكم حينما تعودون لكي تجعلوا هذا الأمر يتحقق. نعم، من الممكن فعله. وشكرا، شكرا جزيلا على فرصة الحضور في وسطكم. شكرا.